إذن للحديث أكثر حول تحركات أسعار النفط وأيضا التحركات في الأسواق وكيف ستكون افتتاحية اليوم للأسواق في وول ستريت، ينضم إلينا من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أسعد الله صباحك أحمد. يعني تابعنا بيانات القطاع الخاص غير الزراعي والتي سجلت تقريبا 236 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، برأيك إلى أي مدى هذه البيانات ستحدد مسار الفيدرالي الأمريكي إن كان بتسعير الأسواق لرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس؟ نعم، صباح الخير سالي ورند. نعم، تقرير وظائف بالمجمل يعتبر جيد نوعا ما، إضافة أكثر من 200 ألف وظيفة. طبعا القطاع الوظيفي أو الوظائف لحتى الآن تسجل ارتفاعات بشكل أكثر من المتوقع لمدة ما يقارب عام، قراءات جيدة نوعا ما. متوسط الأجور قد انخفض على أساس سنوي إلى 4.2%، إعطاء بعض الراحة عن الضغوط التضخمية بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. البطالة قد سجلت انخفاضات أيضا، الانخفاضات تعطي أيضا الفيدرالي الأمريكي بعض الارتياح لمحاولة مراقبة مرحلة الركود في الفترة القادمة. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير الوظائف أو مكونات تقرير الوظائف الداخلية قد سجلت انخفاض في القطاع الصناعي للشهر الثاني على التوالي لأول مرة منذ بداية الجائحة. أيضا قد سجل انخفاض بالنسبة للقطاع الخاص. عند أيضا النظر إلى فرص العمل قبل تقرير الوظائف قد سجلت انخفاضات إلى أقل من 10 مليون للمرة الأولى منذ شهر مايو 2021. فبالمجمل تقرير الوظائف في الفترة القادمة قد يكون أو قد يمارس عليه بعض الضغط في الفترة القادمة، لما لا أن نرى بعض السلبية في الفترة القادمة بالنسبة لتقرير الوظائف. بالنسبة لتغيير سياسة الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة بالنسبة لتقرير الوظائف، نعم الفيدرالي الأمريكي data dependent بكل تأكيد، لكن تقرير الوظائف بالمجمل يعتبر جيد نوعا ما. الاحتمالية بالنسبة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على ما أعتقد لا تزال واردة 60% حاليا. فعلى ما أعتقد 25 نقطة أساس في شهر ماي حتى مع أرقام التضخم في هذا الأسبوع، أعتقد 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع واردة جدا، ولما لا أن تكون هي نهاية حقبة لدورة تجديد السياسة النقدية أو على الأقل التوقف المؤقت ثم متابعة الأرقام الاقتصادية القادمة. سالي، يعني أحمد، ربما في ظل كل هذه المعطيات وما ترقبه الأسواق تحديدا فيما يخص السياسة النقدية الآن، ربما استثمارات المستثمرين في هذه الفترة تتجه بشكل أكبر، شاهدناها على الذهب خلال الفترة الماضية تحديدا بعد أن عدنا لنقترب فوق مستويات الـ2000 دولار، برأيك المستهدفات التي قد نشهدها للدولار وإلى أي مدى، أو بالنسبة للذهب إلى أي مدى قد نشهد مستهدفات أعلى من التي نشهدها في ظل استمرار هذه المعطيات وفي ظل الضبابية التي لا تزال تسود النمو الاقتصادي العالمي كذلك؟ نعم رد، عند الاطلاع بالنسبة للذهب في الفترة الماضية قد استفاد من الأزمة المصرفية بأنه الملاذ الآمن في الأزمات الاقتصادية من ناحية. من ناحية أخرى، عند ظهور الأزمات المصرفية بدأت تظهر الأصوات بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة، لا بل لما لا تخفيض رفع أسعار الفائدة، فكان الذهب أكبر المستفيدين في الفترة الماضية. بغض النظر أيضا عن شراءات الدول بالنسبة للذهب كاحتياطي، الصين قد اتجهت لشراءات الذهب في الفترة الماضية بشكل كبير. عند النظر بالحركة المستقبلية أو حركة الأسعار بالنسبة للذهب، قد تكون الإشارة المفضلة بالنسبة للذهب أو على المدى الطويل هي التوقف عن رفع أسعار الفائدة، ولما لا التوجه عند تخفيض أسعار الفائدة. فعندها على ما أعتقد الذهب سوف يكون على المدى الطويل يستفيد ويتجه بميل إيجابي في الفترة الماضية على المدى الطويل. على المدى المتوسط أعتقد أن الذهب قد يمر بمرحلة سايدويز أو توجهات بالنسبة لتداولات متذبذبة في الفترة الماضية، خاصة مع انخفاض الأصوات عن الأزمة المصرفية. فنيا لو اطلع على الحركات أو التحركات الفنية بالنسبة للذهب، تشكيل إيفنينج ستار أو نجمة المساء قد تتجه بالذهب لتشكيل ميل تصحيحي في الفترة الماضية، لكن الثبات الأسعار أعلى مستويات 1975 قد تعطي الذهب الميل الإيجابي في الفترة القادمة. أحمد، يعني من بعد الأزمة المصارف التي شهدناها في الفترة الماضية، لكن هذه المرة عم نلحظ هناك انخفاض في إجمالي إقراض البنوك التجارية، برأيك هذا الأمر إلى أي مدى سيعطي انطباع على واقع الاقتصاد، وهل هو في طريق لدخول في ركود هذه الفترة المقبلة في ظل هذه المعطيات والتشديد على الائتمان من قبل المصارف التجارية؟ نعم سالي، على ما أعتقد التقرير الذي ظهر من صندوق النقد الدولي في الفترة الماضية أو قبل أيام
لخص التوجهات أو النمو المستقبلي، التوقعات لخمس سنوات قادمة أن تكون مرحلة ضبابية بالنسبة للنمو، لما لا أن تتجه إلى أقل وتيرة منذ عام 1990 بناء على صندوق النقد الدولي. فعلى ما أعتقد الركود ثلاث معطيات قد تكون مؤثرة جدا. الأول واحدة اللي هي التوقعات التقنية بالنسبة للركود، عند النظر على انقلاب منحنى العوائد فلا زال منحنى العوائد يتجه لتسجيل انقلاب في مرحلة الماينس لفترة طويلة جدا لحتى الآن بالنسبة لانقلاب منحنى العوائد. الأرقام الاقتصادية، مكتب الأبحاث الاقتصادي بالنسبة للبيت الأبيض يتجه إلى متابعة PMI مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، مؤشر مديري المشتريات قد سجل انكماش لخمس أشهر متتالية، فقد تكون إشارة ليست جيدة بالنسبة للفدرال الأمريكي لمحاولة معرفة الركود. النقطة الإضافية التي ذكرتها سالي بأن التجديد الائتماني كما ذكر جيروم باول قد يكون يضاهي مرحلة التجديد النقدي في الفترة القادمة، قد نعتبرها رفع أسعار الفائدة كتأثير للنمو الاقتصادي، فلما لا نتجه إلى تأثير نمو اقتصادي سلبي في الفترة القادمة بنظر أيضا الإقراض وانخفاض الإقراض قد تكون هي إشارة إيجابية. وقد ذكر عنها جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأخير، وقد ذكر بأن QE1 QE2 ليس شبيه في هذه المرحلة، هذه المرحلة هي مجرد إقراض للبنوك لفترة بسيطة لمحاولة التعافي من الأزمة المصرفية. لكن عند السؤال عن الركود الاقتصادي، أعتقد بالنسبة للأرقام الاقتصادية فالركود الاقتصادي قادم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في نهاية 2023 أو مع بداية 2024، خاصة مع ضغط الأرقام الاقتصادية السلبية في الفترة القادمة. سالي، نشكرك أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.